السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة باغادي ديوغو. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. شكرا بزاف على سؤالكم وعلى تعليقات الاكثر من رائعة. اليوم غادي نحضروا حسوة بالبلبولة ديال الشعير والاعشاب، كتجي لذيذة بزاف، فطلبتوا مني انني نكثر الوصفات الصحية اللي كنزل في القناة. فمرة مرة غنشوفوا واحدة من هاد الوصفات، وهاد البلبولة ديال الشعير غادي تقوي المناعة ديالنا وغت مناسبة لهاد الجو البارد. غادي نبداو الوصفة على بركة الله. غنحتاجو 200 غرام ديال البلبولة ديال الشعير بلدي، الا كان عندكم الاختيار فخذوا هذا البلدي، كيكون اللون ديالو شويه كحل. انا خديت البلبوله شويه رقيقه، ماشي بزاف، مهم شويه رقيقه لان الغليظه غتحتاج الوقت في الطياب. كنغسلوها مزيان باش كنحيدوا منها الصفه، وردوا البال بعض المرات الا خديناها كيكون فيها الحجر، يعني حاولوا تقلبوها مزيان. غادي نحتاجو شويه ديال زيت الزيتون، بصيله صغيره، الا كانت حمراء يكون احسن، ثلاثه الفصوص ديال الثومه، جوج معالق كبار ديال ايلان مطحون. انا شريت ايلان وطحنته في الدار، وممكن طحنوه عند العطار. غنحتاجو شويه ديال حبر شاد، الزعتر، فليو، وشويه ديال سانوج، هادو هما، والملحه بطبيعه الحال. هادو هما المكونات. كناخدو البصله نحكوها او ممكن تقطعوها رقيق. ضفت ليها الزيت، انا غنشحرها كما ممكن انكم ما تشحروهاش، يعني ديروا المكونات كلها مره واحده. انا شحرتها، وغنضيف ثومه محكوكه، كنخليوها حتى هي واحد شويه تشحر. صافي، وكنزيدوا البلبوله، وغنزيدو الاعشاب اللي شفتو معايا كلهم، والماء الكافي اللي غادي يطيب لينا فيه. هي راه كتشرب الماء، وممكن ايضا تزيدو الحليب في الاخير، انا ما درتوش. الا بغيتو ديروها، الناس اللي كيبغيوها بالحليب ممكن يديروه في الاخير. هنايا حكيت الزعتر بين يديا، وغنحكو حتى فليو، فكل واحد غيدير الاعشاب اللي كيبغي. شويه ديال حبر شاد وشويه ديال السانوج، حاولوا ما تكثروش السانوج لان المذاق ديالو شويه مجهد. الملحه حسب الذوق، شويه ديال البزار، وشويه ديال راس الحانوت. انا درت غير راس معلقه، ماشي ضروري، اختياريه الا بغيتوا ديروها. صافي، وشويه ديال سكينجبير طبعا، وغادي نخلطوا كل شيء ونخليوها طيب. مره كنحركوها لانها كتلصق في القاع، نغطيو عليها، ولكن نخليو الغطاء شويه منفس لانها كتفيض. ردوا معها البال باش ما تفيضش ليكم. ملي كطيب لينا البلبوله، هاد رقيقه راه دغيا كطيب، خديت هنايا هذوك جوج معالق ديال ايلان مطحون بحال الدقيق، خلطتهم مع الماء، وغادي نضيفهم في الاخير. صافي، بعد ما طابت البلبوله كنذوقوها تكون طابت، كنزيدو ايلان. ونخلطو، نخليوه واحد شويه يطيب. صافي، وها الحسوه ديالنا موجوده. لما كنضيفوه على حسب لا تيكستور اللي بغيتو ديال الحسوه، يعني الا جاتكم ثقيله ممكن تزيدوا الماء على حسب القوام ديال الحسوه اللي بغيتو. صافي، وكنقدموها بصحه وراحه. ممكن تزيدوا الحليب في الاخير كما قلت لكم. انا درتها مره اخرى بالحليب، ولكن ما درتش فيها الثومه وما درتش فيها راس الحانوت، والا اللي غنزيد في الاخير خلطته بالحليب. كتجي لذيذه وشي حاجه اللي صحيه وسهله في التحضير. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء مع وصفه جديده باذن الله.